صباح الخير مشاهدينا، واجمل تحيه اقدمها لكم من تلفزيون الشاهد، من الشاهد اف ام، وتحيه اقدمها من القلب للقلب حق كل اللي قاعد يتابعنا وكل اللي ناطر برنامجنا واللي دز مسج واللي ان شاء الله راح يتواصل معانا. دز مسج، ما تخسر شيء وانت قاعد، دز مسج على اساس نتصل عليك ونعطيك الهداء اللي انت تبيه ونسمعك الاغنيه اللي انت تبيها. وتعالى نسيت ارحب بجاسم، صباح الخير جسمي. تو الناس اتونا صدق، لا والله شيك. صباح الخير حمد، وصباح الخير عليكم مشاهدينا وحبايبنا. طبعا سعداء ان احنا التقينا فيكم اليوم ايضا برنامجكم وحلقه جديده من برنامجكم الشاهد اف ام. طبعا حمد، قبل لا انسى احب ابارك طبعا نتائج الثانويه العامه طلعت اليوم، اللي نجحوا الف مبروك، واللي ما نجحوا شدوا حيلكم، واللي سقطوا هم الف مبروك، هم الف مبروك. السنه الجايه ان شاء الله تنجحون بامتياز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نذكر بطريقه المشاركه، حرف الاف او الفاء على الارقام الموجوده على الشاشه. وترى يا جماعه نبي حركه شويه، يعني ترى ما تسوى انك ما تدز مسج وتشارك معانا. شارك شارك صدقني، تصير صديق البرنامج فيها شغلات. شارك نعم شو قاعد طالع كذي؟ لا لا بس نذكر بايميل البرنامج اندمج وياك @الشاهد.tv. شيك تفضل تفضل تفضل. ونذكر موضوع حلقه اليوم اللي هو، لا انت قوله كيفك، انا اقوله. طبعا موضوع اختاره حبيبي وصديقي وزميلي وشقيقي اللي ما جابت امك. اللي ما جابت امي. حمد برشود يقول، يعني حمد اذا عندك معامله، لا عفوا، اذا ياك شخص بمعامله ولا بشغله معينه، هل راح تمشيها له عشان شكله مثلا؟ مثلا يعني، لا يعني احنا ما نتكلم من هالمنطلق هذا. يلا. نقول انت مثلا يعني تخاطب الشخص او تحاوره او تحبه او تاخذ وتعطي معاه او تلبي له اي شيء هو يطلبه على 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 اساس شكله، يعني والله شفت تذكرتي وشنب وحركات وحاله متعطر. ياك مثلا انت موظف الحين جسم، زين انت موظف دشيت واحد وجهه كذي، تفضل تمشيني عندي المعامله هذه مال كم؟ انا عن نفسي والله ما افرق الصراحه. ما تفرق؟ لا لا جسوم، لا ما افرق انا الصراحه. يعني يعني واحد مثلا يعني بدبخت بدبخت زين، اي مقرود زين ادري اوكي، يعني تمشي معاملته يعني. يعني لازم اشوف وجهه مثلا. انا قبل مده واحد ياني يطق رقبه، ايه زين مشيت مع ما بغض النظر عن هذه الامور يعني. انزين لحظه، خل هذه بس يا اخي، الواحد ترى تنفتح نفسه يا جماعه لمن يجيني واحد مثلا كاشخ متعطر ونظيف شكله يفتح النفس، ويجيني واحد الله يهدى له محلق ولا متسبح استغفر الله العظيم ما ابي اتكلم، وهذا معطي معاملته مع بعض اثنيناتهم، امشي هذا اول شيء ولا هذا؟ يا عيب احمل حقك على 70 ما احمل. اوكي ما قلنا شيء، 70 احتمال كره، ما عندي يشتري صابونه، زين ما عنده يشتري شامبو، زين لحظه، ما عنده يشتري دودرن، ما عنده يشتري شو اسمه، ما عنده شو يسمونه. عبد الوهاب، الو الو، هلا حبيبي عبد الوهاب. يعطيك العافيه حبيبي، حياك الله. هلا حبيبي، هلا وغلا، مرتاحين ان شاء الله؟ والله الحمد لله، بشرك بحسن حال، شلونك؟ نقول لكم صباح الورد. صباح الخير والنوير صراحه حبيبي، قلبي ما قصرت. على فكره ترى انا مو يم التلفزيون، طالع برا وقاعد اسمع طبعا حبيبي. الله يعطيك العافيه. اليوم تمشي معامله اذا على شكله ما شكله، والله شوف اذا المعامله، لا مو بهالطريقه، لا احنا قاعد ناخذ امثله، قاعد نولد من السؤال سؤال. يعني انت تغير معاملتك حق الشخص من شكله ولا مو مهم عندك شكله؟ اهم شيء والله تحب الصدق، اكيد الشكل ينفع يعني. بيك شفت واحد شفت ما شفت الرجال، قول عبد الوهاب، قول عمي قول. يعني بيك واحد مع احترامي مثلا، لام حذب شعره وريحته مو طيبه وملابسه ما شاء الله صايره، ما راح تعامله نفس الواحد جايك مرتب متزقرس معطي المكان احترامه. يا عيني درر يا عبد الوهاب، درر قاعد تقول زين. درر والله. عبد الوهاب زين، هو ياكل جسمي. خلينا نقول مثلا هذا اللي مشيت معاملته كاشخ، وطبعا جايك طبعا قبلها ب60 يوم منقع الغتره بالنشا، زين ومضبط حاله وياك، هذا قلبه اسود، وهذاك الفغير المقرود ما عنده يشتري صابونه، وعلي ما عنده يشتري شامبو، شفت حيلي ما عنده يغسل ملابسه، قلبه ابيض. الله اكبر الله اكبر، يعني انت عليك بالظاهر وما عليك بالباطن.
والله هو ظاهر وباطن طبعا، هو ما يمشي مع ملسى الا لازم يعطي مكان احترامه. يعني انت ما تقدر تروح مثلا مجمع راقي او تروح تنزل بشكل مو محترم عامه، يعني حتى في شيء اسمه الذوق العام. صح صاد يعني بكل مكان في شيء اسمه الذوق العام، تحترم المكان اللي بتروح له. يعني انت ما تقدر تروح مثلا الشبره حاط النشا وطاق الغتره والدشداشه والبزمات، ما تقدر. صاد لا البعض يروح مثلا اي مكان ثاني. حمد كان يسويها يروح ببشت. كاك كاك جاسم ببلش فيني هذا واحد تونا الساعة 1:05 يا جسوم، تونا الثلاث قاعدين. حمد ياخذ بشت ويروح الكبرة. ايه ما ادري ليش راح عشان يسوي له خصم. ايه مبلى انا والله رايح البصرة انا مبلى عشان يسوي لي خصم. حبيبي عبد الوهاب ساعة المباركة خذينا رايك فيها، وعندنا اهداء طبعا اذا تسمح لي. ايه لا انا بقول لك شنو اهدائك تقول لي بعد راسي. اول شيء بهدي عبد الله العلي على تخرجي. ألف مبروك. ألف مبروك يستاهل العلي. وبهدي أخوي عبد العزيز القطان. حلو يستاهل زين. وعندي أغنية بهديكم إياها بهدي الشباب كلهم طبعاً. آمر حبيبي. عودتني كل يوم أسمع أنا صوتك، عودتني كل يوم أسمع أنا صوتك، عودتني لضاق صدري ما بتخليني، عودتني لضاق صدري ما بتخليني. يعطيك العافية. الله 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 يا عبد الوهاب. الحلقة اليوم بسجلها باسم عبد الوهاب يستاهل. قلبي والله حبيبي. حبيبي تستاهل حبيب قلبي. يا هلا يا هلا فيك. منورين ان شاء الله. خل ارجع البيت نشوفكم. حبيب قلبي الله وياك. الله وياك حبيبي يا غالي. ما شاء الله ترى يعني امس كان عندنا متصل صوته حلو عبد الوهاب، صوته ما شاء الله جميل والله. يستاهلون الصراحه. خامه الشباب يعني اتمنى انه يعني حبيب قلبي هذه خلك كمل. تفضل عمي تفضل. والله تفضل والله تتفضل. لا اله الا الله يا ربي. اليوم ما ادري ايش فيه. ما ادري ايش فيه. لا 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 بالع سال كاسكو مال بدرانوف برقبوف. قول عمي. الاغنيه الجايه حق الفنانه الراحله عايشه المرطة. ايه تهديها حق منو؟ تفضل تهديها حق منو؟ لحظة ما بهدي ما تهديها. انا جايني اهداء على هالاغنية هذه صراحة. اهداء من بشورة الى حبيبتها نوف، ومن منى الطويل الى والدتها الغالية، وتقول لها احبك وايد يا يمه والله يطول بعمرك. ونسمع منسية ونرجع لكم. شكو انت تشغل؟ خلاص اسف يبا انت شغل بعدين مكسري وش حلالك عمي. حلالك شغلي.